والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. هذا اللقاء الفكري هو متعلق بتأليفات الرسالة الفكرية، وفي المرات السابقة كان اهتمامنا على إلقاء أضواء على بعض الشخصيات التي لم تنتسب إلى الإسلام دينا شرعيا ولكن انتسبت إلى الإسلام في منهجه وكشف لها الإسلام دينا للفكرة. أما اليوم فالأمر مختلف، فموضوعنا لا يتعلق بشخصية ولكنه يتعلق بحضارة، حضارة قد تجاهلت الفطرة وتجاهلت الارتباط بالطبيعة تجليا لوجه الله حينما تولوا فثم وجه الله، فانقلب الأمر علينا ونحن اليوم معرضون إلى الهلاك، وسأشرح هذا تفصيلا. مشاركة في قضية إنقاذ الأرض مما ينتظرها من دمار في اتجاه روحي ليست جديدة، ليست اتجاها أقدمه أنا شخصيا، لأنني قد شاركت من قبل في مؤتمر القمة للمناخ
الثاني والعشرين الذي انعقد في مراكش، وكان هذا المؤتمر من ضمن فعالياته أن قدر مجموعات من الجمعيات الروحية الأهلية، قدمت رؤية لكيف يمكن أن ننقذ العالم إذا عدنا إلى الارتباط بالكون وما وراء الكون. وقد جمع هذا المؤتمر لفيف من القيادات الروحية ودعيت وشرفت بأن أكون فيها. واليوم في الواقع أنني قادمة من مؤتمر آخر، وكان هذا المؤتمر يعني يغلب عليه الطابع العلمي المتخصص، لأنه متعلق بكيف يمكن أن يتواءم الإنسان مع التغيرات المناخية الحادثة. لم يكن يتحدث عن رؤية مستقبلية بمعنى كيف نصلح من الأمور التي هي يعني التي وصلنا إليها، وإن كان هذا جزء منه، ولكن كانت القضية الرئيسية التي كان يتحدث عنها هذا المؤتمر هو الأدابتيشن أو الملائمة والريزيلينس المرونة. أما الميتيجيشن وهو يعني التوقف عن إرسال ما يسيء إلى البيئة، فلم يكن من أحد هذه المواضيع الرئيسية. ما حدث في هذا المؤتمر هو أننا قد أدركنا بشكل كبير أن العلماء يتسابقون وينجزون ويعملون، وكثيرون من الناس يتفاعلون مع المجتمعات البسيطة حتى يساعدوهم على أن يتلائموا من هذه التأثيرات المناخ التي دمرت كثيرا من المناطق وأفسدت كثيرا من الزراعات وصحرت كثيرا من الأراضي. كان العلماء يتسابقون في خدمة البشرية، وهذا في حد ذاته هو في وعي وقدرتي ورؤيتي هو اتجاه روحي. ولكن ما قدمته أو ما عرضته في هذا المؤتمر كان استعراضا لكيف بدأ الاهتمام بالمناخ، وما هي البنية العقلية التي أدت إلى أن نكون اليوم فيما نحن عليه اليوم. لم أكرر ما قدمته في هذا المؤتمر، وإن كان ما قدمته قد لفت نظر بعض العلماء، منهم يعني شخصية مرموقة، وأخذت ما قدمته حتى تستفاد منه أو حتى تستخدمه في يعني في رؤية. كان هذا الشخص هو طبعا يعني صديق الدكتوراه الورس ممكن ما يتحدث عنه بعد ذلك، ولكن ما أقول وما أريد أن أقول وما أؤكده ليس ما قمت به أو ما فعلته، ولكن أهمية هذه الرؤية في بالنسبة للمستقبل، وأن نكون نحن ونحن مهتمون بالاتجاه الروحي نكون على علم بما يحدث حولنا لنحفز هممنا ليس لنثبت أملنا. فإذا أدركنا المخاطر حقيقة التي نواجهها من الممكن أن نحفز الهمم ونبحث عما نستطيع أن نفعله بقدراتنا المحدودة، وهي قدرات في الواقع غير محدودة، لأننا وهذا يعني قد يكون استخلاص مسبق، عندما كل إنسان يستطيع أن يغير العالم إذا أراد فيما يستطيع أن يغير ما حوله. إذا غير بعض ما حوله فإنه في الواقع يساهم في تغيير العالم كله. أتحدث عن
الخطوط العريضة التي ستتناولها هذه المقدمة أو هذا العرض. فهذه الخطوط يعني بقولها أولا عشان ما نتوهش حتى لا نضيع في يعني في دوامة ما سأقول. فأولا سأتعرض لخطورة، خطورة الموقف اللي احنا أمامه الآن، ثم السبب الذي أدى إلى هذا الأمر، ثم لماذا كان اللجوء إلى الفطرة حلا لمشكلة معقدة، ثم التعلم والتدبر في العلوم وأهميته في أن يرشدنا إلى ما غفلت عنه أعيننا. وهنا هنا سنتحدث عن علوم بعينها، ليست علوم الزراعة أو علوم البيئة، ولكن علوم من الممكن أن تلهمنا لأنها تقدم لنا رؤية روحية. ثم بعد ذلك سأؤكد على أنه ينبغي أن تكون هناك علاقة بين العلم وبين إرادة سياسية دولية ومحلية، وكيف يمكن أن يكون التغير الثقافي أو النوعي أو الثورة الثقافية التي ننشرها هي وسيلة حتى نستطيع أن نواجه المشكلة التي أدتنا إلى ما نحن عليه اليوم. في القسم الثاني سأتحدث عن الرؤية أو التكوين العقلي، وهو ملخصه الذي أدى بنا إلى ما نحن عليه الآن، وهو ملخصه أن الإنسان قد انفصل عن الكون والطبيعة واعتبر أن الطبيعة آلة. ثانيا الجشع والأنانية على المستوى الفردي وعلى المستوى السياسات الدولية. ثالثا الصراع على التسلط، مش الصراع على السلطة داخل بلد بعينه، ولكن الصراع على التسلط والتحكم في البشر باعتبار أنه نزعة داخلية تجيء عن طريق الجهل الروحي. ثم سأتحدث عن كيف يمكن أن ننقذ الوعي لأنفسنا وبالطبيعة. فطبعا سيكون هذه الرؤية قائمة على نفي أو محو لنا هذه العوامل السيئة التي ذكرتها.